السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. ياكلوا اللحم ولكن غير البلدي فقط، والناس اللي مرض ما ياكلوش كاع. ما الافضل؟ فيه مشاكل كثيره. كل المشاكل دابا تلقى الطبيب، ولكن واش الجسم ماشي غير تخصو شي حاجه اذا ما كليناش كميه كبيره للحم؟ الشيء اللي غادي يخصو غادي ناخذو في 100 غرام ديال الحوت في السيمانه، 100 غرام ديال الحوت في السيمانه فقط كافي. غير اللي عنده فقر الدم وهش الشرط العظام تناخذو الاحتياطات، تنحطيو شويه الحوت زياده 100 غرام في النهار واخا، ولكن بطريقه ما مقلي ما سميتو ما مؤدي الى الجسم. طويجن كما تركز عليه، تناخذو طري وطويجن ديالنا مزيان. هنا لقينا على انه حنا ملي تنصحوا الناس باللحوم ماشي بداك الكثره واحد، وماشي داك اي لحم في السوق دجاج رومي او داند. دابا حنا الناس يمشيو مع الرخه مع الاسف، وثانيا ما تلقاش الناس اللي غادي يوجهوهم الى اي نوع من اللحم. تيقول كل لحم على المجمل على الجلوبال، هي با ما كاينش داك التدقيق اش من لحم بالضبط اللي خصنا ناخذه. حنا اصلا تنصحوا بالسمك، ولما لا بحال تيجيو الناس من اوروبا تيتلفوا ما تيعرفوش، تنقول له خذ بيضه بلديه في النهار. بمعناها النوعيه، حيت حنا شنو هي الحاجه بالضبط الى اللحوم؟ عندنا مجموعه ديال لي زاسيد اميني، حيت حنا ملي تناكلوا اللحم والبروتينات بالخصوص ماشي هي اللي تتمشي للجسم باش تبني، هي تتقسم في الجهاز الهضمي بين في المعده وفي الامتصاص يكون في الامعاء. تناخذوا حنا تناخذوا لي زاسيد اميني، هذه زاسيد اميني حتى ناخذوا منهم عندنا 21 واحد 8 خصيصا تناخذها في اللحوم الحيوانيه. حنا ناخذها في البيض، علاش انا غادي تقيدني ناخذها لابد في الدجاج او في او كذا؟ حيت حنا ملي تناخذوا لي زاسيد اميني في اللحوم انها تتمشي لسموم اخرى، هرمونات واشياء غير صحيه اللي هي كيماويات اساسا او مغيره وراثيه، وانا غاتاديني حيت جسمي تيعرفش الحاجه اللي ماشي طبيعيه او اللي مغيره وراثيه تبدا تيرفضها رفض. هنا كاين قواعد، نرجعوا على السيتولوجي اللي هي العلم الجميل اللي خصنا نتعلموه، هو علم الخلايا. ما شاء الله واحد العالم، عالم غريب. هنا ملي تنرجعوا له تلقى حق الجسم تيرفض عده مواد بالخصوص المواد اللي مغيره وراثيا او سما او تحولات بفعل الحراره او القدام او تحولات كيماويه. وهكذا تنقدروا تنادي نفوسنا بلا ما تنشعروا. اذا الاصل هو اللحوم. بخصوص التداوي حنا عندنا اللحوم ما امكن 100%، وتمشيو الخضر وما طيباش، خضار ما طيباش نظرا للقاعده اللي سبقنا تكلمنا فيها. طيب ناخذوا سناء من فاس. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يخليك، انا بغيت نسال الاستاذ عبد العلوي. نعم مرحبا. الله يخليك، انا عندي اضطراب في الدوره الشهريه وعندي عدم انتظام في الهرمونات، وكتخرج لي حبوب في ظهري وفي وجهي وفي صدري. بغيتك تعطيني شي حاجه. الله يعطيك الصحه. العمر شحال؟ 24 سنه. اولا الماء والبصل حاول تداوم عليه ديما 5-6 مرات في اليوم، وحاول تاكل خضر فواكه ما طيباش. ثانيا الماء المغلي نورمالمون، زيت زيتون على الريق. الا خديتي هذه الامور لمده 3 اسابيع غتحس بالفرق. اش من مدينه؟ فاس. اذا عندنا فرع في فاس في النرجيس، والهاتف تلقاه ان شاء الله عند الاخت زينب، وغادي تكون زياره لفاس الجمعه الثانيه من رمضان. اذا حاولوا ماء البصل، ممكن ما تحتاج تجي عندي المركز الا تبعتي الطريقه اللي عطيتك، وحاول تعيش نباتيه لمده شهر كامل تاع رمضان مع الدعاء حتى حاجه ما تبقى ان شاء الله تعالى. نعم يكون باس. سناء من فاس. ناخذوا لينا من الرباط. لينا انقطع عليها الخط. لينا الوي. السلام عليكم. السلام، لاباس بخير. شكرا بزاف على البرنامج. اهلا وسهلا. كنستافدوا منه بزاف. مرحبا. وبغيت نسول الاستاذ الا كان ممكن. تفضلي. نعم. انا عندي مشكل ديال الاعصاب في المعده، واربع سنين دابا باش كنعاني منه، عندي 26 عام. درت كاع الوسائل، يعني كيكون غير واحد المده ومن بعد كيعاود يرجع ليا. عندي حموضه بزاف. نعم. عرفت شنو ندير. العمر شحال؟ وبغيت 26. اذا عقل على وبغيت اسمح لي يا دكتور عافاك. نعم. بغيت نسول على نعم قطع الخط. طيب حد سعيد اتصل بنا مره اخرى على 0522-36-10-36. اذا القاعده عندنا في الحموضه عقلوا، الله يجزيكم بخير، ما بغيناش شي حوايج شفناها نبقى نعاود نتكلموا فيها. قيدوا، ديروا برنامج ورثوه الى الاجيال اللاحقه، لان امور ديال كل نهار مزيان. وما تنساش واحد المساله، خصنا نرحموا على الاجداد والناس الاولين، لان دخلونا البيوت ديالنا حوايج اللي حنا مازال تنستافدوا منها، بحال البصله، بحال زيت العود،
بحال الخضر بحال نوعية التوابل سكينجبير الليبزار هادو شكون اللي دخلهم؟ ماشي حنا اللي دخلناهم، حنا جينا نستفيد. والغريب هو انهم تجيو نستعملهم تستعمل بطريقه عوجه، تنخلوا العطريه في الشمس كاين اللي عنده الشمس تدخل الكوزينه، تنطيبوا في الالومنيوم وتنطيبوا في اواني غير صحيه وتنقليو القلي جانا من بعد ما جاش من الاولين. كذلك المعلبات، فالله يرضي عليكم ما دخلنا شي حاجه ندخلوا عن علم، ماشي العلم كاين ندخلوا المعلبات، العلم كاين وتبيع على انه المقلي ما مزيانش وحنا مازال تندخلوا المقلي للدار. عباد الله شو هذا العلم ونطبقوه ونستافدوا منه، ماشي العلم حاضر كمثل الحمار يحمي الاصفر. حنا خصنا نكونوا عمليين لان العلم ديالنا جميعا وتنور طريقنا. اذا فرحموا على الاولين، دخلوا البصل والثوم هذا الخير هذا. ثانيا الحموضه عقلوا، الا غليتي كاس الماء او جوج او ثلاثه وشربتيهم في الحين الحموضه ما تتبقاش، حتى اللي عنده التخمه اللي عنده الاسهال اللي عنده التخمه في جسمه وعنده الامعاء عيانه اسهال او امساك ما شاء الله الماء مغلي تينقي. انا شربته البارح شويه سخون صراحه جوعني من بعد ربع ساعه. والجميل هو انه منشط هرموني، يعني حتى الناس اللي عندهم الضعف الجنسي ياخذوه قبل، فهو يرفع الحواجز الهرمونيه والحواجز العصبيه فتريح وتخلي الجسم مرتاح. هذا اولا. ثاني المغلى الشاي، تنغلي شويه الماء مرقه الشاي اما فمنا وتنشربوا عليه الماء، واما تنحركوا تنشحروها في الشاي وتنصفيه وتنشربوا بدون سكر، لان الشاي مغلى الشاي بدون سكر تحيد الحموضه، ومغلى الشاي بالسكر هو اللي تيبني الحموضه وتزيد في الحموضه وتتعب الامعاء وتتعب البنكرياس وتسبب لنا السكري. عقلوا جوج هالماء مغلي يترو في النهار حتى جوج يترو يدير ربع ساعة في الحين ديال المشكل، نعاودو نص ساعة من بعد، وإلا نستعملو مغلى الشاي. كاين المغلى ديال قشور الرمان عباد الله، مغلى الشيح، مغلى الزعتر، غير حنا تنقلبو على اللي موجود في الدار. علاش؟ باش تكونوا بحال السيدة تتصنت لهذا المنبر المبارك، لقات راسها على عندها ضربات القلب. كنا تنتكلمو على الماء والبصل، في البلاصة مشات خدات الماء والبصل رجعت كملت ليميزيون. في ليميزيون ارتاحت عباد الله. هادو ناس تيعلنوا هاد النجاحات في وسط الاوساط اللي هما فيها، وبعضهم البعض تيفتخروا بها. واش الماء والبصل تيكلف وتيعالج كثير من امراض القلب؟ ولكن حسن المتابعه بالمقادير، وخليكم صاحبي مع الطبيب وجلسوا مع الطبيب وقولوا اش تنديروا، ما تخافوش من الطبيب. واخا يتقلق في الاول غير خايف عليكم، في السلول ان شاء الله غادي تنوروا له الطريق وغادي يزيد ينوركم، حيت هو عارف الحيتيات اللي انتم ما عارفينش بصفته اخصائي ما شاء الله. اذا وصفه اخرى اللي لابد ان نضبطوها في حموضه المعده، وعصير بطاطا. تنغسلوا بطاطا مزيان، تنقشروها، تنعصروها بوحدها، ما تزيدوا لا حليب لا الماء، تنغسلوها تنعصروها وتناكلوها مباشره. الحموضه باي باي الحموضه، ولكن لا كولوباتي العصر في الامعاء خصو لابد ان ساعات النحل، وخصو شويه ديال الجوع، الماء والعسل او الماء والبصل والعسل فقط ثلاث ايام الى ثلاث اسابيع ممكن نضبطوا الجهاز العصبي. ومع النحل لقيتوا احسن معالج للجهاز العصبي. انتم شفتوا الناس الامراض اللي سبقت تكلمنا عليها، حتى لي نوغولوك تعترفوا بها، حتى لي كارديو تعترفوا بها، كثير الناس اللي في الجهاز الهضمي خلال لاكولوباتي او الاعصاب على صعيد الجهاز الهضمي تيعترفوا الحمد لله. شنو الوصفات اللي دارت حتى لساعات النحل؟ درت لساعات النحل، مشيت 25 نحله وثم لساعات النحل. اذا هادو مزيان انهم نستعملوهم. لذا بحال ذاك المساج اللي كنا كثير الناس علمناه اللي تيجيو عندنا للعياده، وغادي نحاولوا نذكروه لكم باذن الله بطريقه اللي غادي نقدروا نفصلوه باش نزيدوا نبينوه. كثير الناس كان عندهم الم الوالده، الدوره الشهريه عيانه او النزيف، هاد المساج تيعاون. اذا ما هو الا حركه دائريه حول الكورد امبيليكال، تنديروا بزيت زيتون مع قراءه ايه الكرسي سوره الرحمن، وتم مساج على العمود الفقري في الظهر، عطى نتائج كبيره واسترخاء وترك العياء. نعم. طيب سؤال اخر يقول السلام عليكم، هذه نوال من مدينه الدار البيضاء، عافاكم طريقه استعمال الماء والبصل وحبوب اللقاح. وسهله، تتغلي كاس الماء ملي يدفى شويه تدير فيه جوج معلقات ديال عصير البصل تحركهم في الماء، معلقه حبوب اللقاح تخلطوا مع الماء والبصل، وتاخذوا ديما قبل الوجبات بواحد الساعه وربع ساعه ونص، تاخذوا خمسه سته المرات في النهار، عطى نتائج كبيره جدا. تصوروا هذه الوصفه هذه اشتغلنا بها في ليبرتونسيون، عطت نتائج في السكري، في الفشل الكلوي، في القلب والشرايين، اشتغلنا في ليبيليبسي، اشتغلنا فيها في ليزونجيوم في الكبد او كذا، اشتغلنا بها في المشاكل ديال الالتهاب الكبدي، يعني اكثر من 70 مرض مستعصي على طريقه الوصفه، وعطت نتائج كبيره جدا. لذا نقول الى اطباء بدايه هما تيعطيو لي كورتيزون لي كورتيكويد، حنا بدايه تعطيو الماء والبصله
مزيان، الماء مغلي زائد بصل، منقي، وعطانا نتائج تنقيه واعاده بناء العضو المريض.